اهلا بيك يا جماعه في فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن حاجه بتسال عنها كل يوم وهو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ازاي نستعمله في حياتنا اليوميه وازاي نستغله لصالحنا. مبدئيا لو انت اول مره تشوفنا هنا فدي قناتي الثانيه، بنتكلم عن كل حاجه تخص الفلوس، ازاي تعدل مصادر دخلك، ازاي تفكر في الفلوس وتتعامل معاها، امتى تصرف وامتى تستثمر وهكذا. فلو انت مهتم بالحوارات دي ما تترددش انك تعمل لايك للفيديو هنا وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان ما تفوتكش جديد كل اسبوع. بالمناسبه اخترنا من يومين الفايز بالجيف اواي بتاعنا بالايباد برو، الف مبروك لمحمد حنطوره. لو انت مش متابعنا على الانستغرام روح شوف انستغرام الستوريز بتاعتي، حظ اوفر لكل اللي شارك معايا ومكسبش، ان شاء الله هتكسبه في الجيف اويز الجايه. ما ينفعش اختار غير واحد، انت عارف انا اسف، انتوا كلكم على راسي من فوق. تعال نشوف موضوع النهارده. خليك صريح مع نفسك كده ومعايا، قول لي اخر 3 شهور يا عم اخر شهر استعملت شات جي بي تي كام مره؟ لو الرقم ده قل عن 30 مره فانت كده ماشي غلط حرفيا. لو انت ما بتستعملوش كل يوم بكل حاجه انت ماشي غلط. انا دلوقتي بستعمل شات جي بي تي اكنه جوجل، اي حاجه بدخل اسرش عليها على جوجل، بقيت ما بستعملش جوجل، بقيت بستعمل شات جي بي تي. ايا كان مجالك ايه لازم تستعمله، اساله. شغلي هنا بقول له اكتب لي سكريبت فيديو كذا، اكتب لي تايتل لفيديو كذا، اكتب لي كوت لبوست كذا، اعمل لي ستراكشر للبلوج كذا. وانا عندي سؤال في الدايت بساله ايه اقل فاكهه الكارب فيها افكتيف عالي من غير ما تبقى السعرات عاليه قوي، بيجاوبني على كل حاجه ودقيق جدا. فعايزين نعمل تحدي صغير مع بعض كده، عايزك تستعمل شات جي بي تي اكنه جوجل. ولو انت في مصر افتح في بي ان بعد كده افتح شات جي بي تي عشان مش مسموح لسه جوه مصر للاسف. شات جي بي تي حتى بيجاوب على معلومات برمجه، لما تقول له اعمل لي كود كذا يفتح ويندو كذا الموقع كذا بيعمل لك الكلام ده، بيكتب لك كود جاهز. ما ينفعش تتاخر في الحوارات دي، لازم تستغله لصالحك، تعلي كفاءتك، تعمل شغل اكتر في وقت اقل. انا اعرف ناس بيعملوا كل حاجه عليه مقالات كامله. انت لو طالب لسه في المدرسه او في الجامعه ومحتاج تعمل ريبورت، محتاج تعمل سمري لاي حاجه، قول له يكتب لك وغير شويه جمل خليها بس بطريقته، بس هو يعمل معظم الشغل. حتى تقول له اعمل لي ايسي تحت 5000 كلمه، اعمل لي ريبورت تحت 4000 كلمه وهكذا. انا حتى سالته قول لي على كذا استراتيجيه للتداول استعملها الفتره الجايه، ودي تريك انا عايزك تساله فيها، وده اللي احنا بنعمله بالظبط عشان نعمل فلوس. ادخل سجل على منصه اكسبلوشن من اللينك تحت الديسكربشن في الكومنت برده، وتداول خطوه بخطوه معايا كل اسبوع، ما تتفرجش بس عشان تتعلم على الحساب التجريبي. ضاعف الحساب التجريبي 3 مرات بعد كده خش بفلوس حقيقيه. اظن بقى كفايه رغي على كده، تعالوا نعمل شويه فلوس.
زي ما انت شفت مش مهم انك تخسر عمليه ولا اتنين، المهم انك تكسب اكتر من اللي انت خسرته وتطلع باكتر من انت دخلت بيه. ما تنساش تشجع مصر تكسب اوبشن من اللينك تحت في الديسكربشن في اول كومنت برده، وتتعامل بنفسك على حساب تجريبي اول باول، وتتعلم ما تتفرجش بس. ولو عندك اي اسئله سيبها لي تحت في الكومنتات. اشوفك الحلقه الجايه.